السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، سعيد بالتواصل معكم مجددا، وأشكر جميع الزملاء والأصدقاء وأيضا المشتركين الحاليين والمشتركين المحتملين الجدد. نواصل مواضعنا في مادة قانون التأمينات، والآن غنشوف التأمين الجوي. دائما نقول أن التأمين بشكل عام هو في وقتنا الحاضر من أهم الدعامات التي يقوم عليها تطور الحضارة الراهنة، لأن وجوده ساعد في ازدهار الحياة الاقتصادية واستقرار الأوضاع الاجتماعية، بالإضافة إلى أنه من أهم مظاهر التعاون الدولي. ففي أي مجتمع من المجتمعات يعد تأمين من أهم المقاييس التي يمكن على أساسها تحديد مدى وعي الشعور بالمسؤولية. وتقوم فكرة التأمين على وجود خطر يهدد مصلحة مشروعة للمؤمن له، يقوم المؤمن بتغطيته في حالة تحققه عن طريق التعويض المالي. وإلى جانب الفائدة بمعنى المؤمن له على كي يحصل على واحد مبلغ مالي كتعويض عن الضرر الذي أصابه بسبب تحقق الخطر المؤمن منه. فالتأمين عامل من عوامل بعث الآمال والطمأنينة في نفس المؤمن له، إذ بواسطته يأمن من الخسارة التي قد تصيبه سواء في الجسم أو المال، وسواء تعلق الأمر به أو بغيره، فالأمان هو الهدف الأساسي الذي يسعى إليه المؤمن له عند إبرام عقد التأمين مع المؤمن. فهو يحتاط من خطر محتمل الوقوع كالتأمين من السرقة والتأمين من الحريق إلى غير ذلك. وهكذا يكون تحقيق الأمان المرجو سواء من الأشخاص أو وحدات الإنتاج لهدف الأسمى الذي يرمي إليه التأمين. ويستدعي تحقيق الأمان والحالة هذه توافر بنية سوسيو اقتصادية وإطار قانوني ملائم، حتى أن الدولة الحديثة أصبحت تفرض بعض أنواع التأمين جبرا إيمانا منها بنفعه، وحرصا على ضمان حصول بعض الفئات على تعويض في مجالات محددة. وأيضا قلنا أن أنواع التأمين هو ينقسم من حيث الشكل ومن حيث الموضوع. وقد رأينا من حيث الشكل، والآن غنشوفو وعرجنا في بعض التأمينات فيما يخص من حيث الموضوع. والآن قلنا أن في هذه الحصة هذا غنتكلمو على التأمين الجوي. والتأمين الجوي هو التأمين الذي يهدف إلى تغطية مخاطر النقل الجوي، أي المخاطر التي تتعرض لها إما الطائرة نفسها أو حمولتها. ويذهب الفقه إلى أن التأمين الجوي يخضع لأحكام التأمين البري باستثناء ما تنظمه المعاهدات الدولية. إذن بسيط، التأمين الجوي هو التأمين الذي يهدف إلى تغطية مخاطر النقل الجوي، أي المخاطر التي تتعرض لها إما الطائرة نفسها أو حمولتها. ويذهب الفقه أن التأمين الجوي يخضع لأحكام التأمين البري باستثناء ما تنظمه المعاهدات الدولية. إذن إلى هذا الحد نكون قد وصلنا إلى نهاية العرض. أشكر جميع الزملاء والأصدقاء وأيضا المشتركين الحاليين ومشتركين المحتملين الجدد، وأضرب لكم موعدا لاحقا إن شاء الله، وبالتوفيق والنجاح.